بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هنحل فيه اكزامبل 4-12 من كتاب Engineering Fluid Mechanics. الاكزامبل ده عن الروتيتنج فلويدز برضو، ولكن المره دي جايب لي روتيتنج مانومتر تيوب. المانومتر اللي قدامنا ده بيلف بسرعه زاويه مقدارها 8 ريديان بير سكند، الاوميجا بتاعتي مقدارها 8 ريديان بير سكند. السؤال بتاعه بيقول لي what are the new levels of water in the tube. الشكل اللي قدامنا ده شكل التيوب قبل ما يلف، مستوى ارتفاع نقطة واحد هو مستوى ارتفاع نقطة اتنين، يعني زد واحد هي زد اتنين. السؤال بتاعه بيقول لي لما يلف الفرق بين زد اتنين وزد واحد هيبقى كام؟ طب هو ليه هيبقى فيه فرق؟ خلينا نفتكر الروتيتنج فلويدز كان بيحصل فيها ايه. الروتيتنج فلويدز كان السطح بتاعها بيعمل شكل بارابولا، يعني حاجة عاملة زي كده، ولكن أنا عندي الليكود مش هيقدر يعمل كده، ولكن هيمشي على شكل البارابولا ده. فهتلاقي إن زد واحد صغرت، نقطة واحد الجديدة بقت هنا، ونقطة اتنين الجديدة بقت هنا في الحتة دي كده، فدي بقت نقطة واحد واتنين، هتاخد شكل البارابولا اللي كان عايز يتعمل، تمام، وهتمشي عليه فعلا. طبعا انا مش عارف البارابولا انا رسمه ده مظبوط ولا مش مظبوط، ولكن هي هتاخد في الاخر شكل بارابولا. البارابولا بتاعنا هيتبع القانون بتاعنا. القانون بتاعنا كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان بي واحد على جاما زائد زد واحد ناقص اوميجا سكوير ار واحد سكوير على 2 جي بيساوي بي اتنين على جاما زائد زد اتنين ناقص أوميجا سكوير R2 سكوير على 2 جي. ده القانون بتاعنا. طبعا بما أن نقطة 1 ونقطة 2 هما النقط اللي على السطح، فبي 1 بتساوي بي 2 بتساوي اتموسفيرك بريشر، فدول رايحين، تمام. من العلاقة دي حقدر أقول، وأنا عارف أن زد 2 هتبقى أكبر، هخليها زد 2 ماينس زد 1 هتساوي إيه؟ هتساوي الفرق بين الأوميجا سكوير والR سكوير على 2 جي، يعني هتساوي أوميجا سكوير على 2 جي مضروبة في R2 سكوير ناقص R1 سكوير. دي العلاقة بتاعتنا ما بين زد 1 وزد 2، فدي علاقة رقم 1. طب أنا عايز زد 1 بتساوي كام وزد 2 بتساوي كام؟ يعني عايز علاقة تانية بينهم عشان أقدر أحلها. العلاقة التانية اللي بينهم اللي هي علاقة كمية الليكود اللي موجودة. كمية الليكود اللي كانت موجودة عندي من الأول خالص، كان عندي ارتفاع زد 1، زد واحد انيشير كانت 18 سنتي، وزد اتنين انيشير كانت 18 سنتي. هما الاتنين في الاول كانوا 18 سنتي، يعني اقدر اقول ان زد اتنين زائد زد واحد لازم تبقى 0.18 زائد 0.18 اللي هو الاصل. ما هو الليكود مش هيروح حتة، اللي هيطلع هنا هينزل من هناك، فما فيش حل تاني، الليكود مش هيروح مش هيهرب مني، تمام. فدي المعادلة نمرة اتنين. لو جمعت واحد واتنين، واحد زائد اتنين، هتلاقي ان زد واحد طارد، هيبقى اتنين زد اتنين هتساوي 0.18 يعني 0.36، تمام، زائد اوميجا سكوير على 2 جي في ار اتنين سكوير ناقص ار واحد سكوير. خلاص اقدر احسب زد اتنين، فزد اتنين هتساوي 0.36 على اتنين زائد الاوميجا بتمانية سكوير على 2 و 2 ب 4 جي 9.81 مضروبة في الـ R 2.36. الـ R دايما نقطة الأصل بتاعتي هي هنا هو، فنقطة 2 بقسها من 0.36 دي الـ R بتاع ده، الريدس بتاع 2، والريدس بتاع 1 هيبقى ده، نقطة 1 الريدس بتاعها 18، فـ 0.36 سكوير ناقص 0.18 سكوير، هلاقي إن زد 2 بتطلع تقريبا 43 سنتي، 34 سنتي، 0.34 متر. من هنا أقدر أقول إن زد واحد هتساوي 0.02 متر، لأن مجموعهم مع بعض كان 36 سنتي، يبقى واحدة طلعت فوق قوي، زد اتنين بقت عالية جدا، وزد واحد بقت واطية جدا زي ما هو مرسوم قدامنا. المسائل دي فيها أفكار كتير، وبيلعب هو في الكتاب، في عنده مسائل من دي كتير قوي، مهم إن احنا نتدرب عليها ونعرف أفكارها عشان نقدر نحل المسائل بتاعتها. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.